أهلا بكم في الخط الأخضر. يشغل الجنود حيزا كبيرا في الجامعات الإسرائيلية طلابا ومدرسين ومستشارين، وحتى في معارض السلاح التي تقيمها الشركات الأمنية لاجتذاب طلاب الهندسة والعلوم الدقيقة. لكن الحشد والعسكرة اللذين تقوم عليهما الصهيونية عبر خلق مجتمع الثكنة لا يبدأان في الجامعة، إنما هما امتداد طبيعي للعسكرة في مناهج تعليم المدارس الابتدائية. فإلى أي مدى نجحت إسرائيل في عسكرة مناهجها التربوية، وما تأثير ذلك على الفلسطينيين وعلى المجتمع الإسرائيلي نفسه؟ عسكرة جهاز التعليم في إسرائيل موضوع حلقتنا لهذا اليوم، ونناقشه في محاور ثلاثة. عسكرة التعليم لماذا؟ من المدارس الابتدائية إلى الجامعات، تأثير ذلك على الفلسطينيين. لنقاش هذه المواضيع وما تحيل إليه أرحب بضيفي هنا في الاستوديو، السيد شرف حسان رئيس لجنة متابعة التعليم العربي والمؤرخ والباحث دكتور جوني منصور، أهلا بكما. أهلا وسهلا. وقبل أن نبدأ نقاشنا نشاهد التقرير الآتي الذي يستعرض أبرز مظاهر عسكرة التعليم في إسرائيل. شكلت القوة العسكرية نقطة ارتكاز هامة للمشروع الصهيوني منذ تكوينه، فأنشأ مع وصول أولى دفعة مستوطنيه إلى فلسطين قوات عسكرية بغية تنفيذ مشروعه الاستيطاني عبر التوسع بالبطش والقوة، غير أنه عمل أيضا حتى ما قبل الانتداب البريطاني على إنشاء عدد من الجامعات في البلاد مثل الجامعة العبرية في القدس ومعهد تخنيون في حيفا، وعمد منذ ذلك الحين وإلى يومنا هذا إلى تسخير التعليم لخدمة مشروع الصهيوني من خلال المزاوجة بين التعليم والعسكرة. أثر هذا التزاوج على مجمل نواحي المجتمع الإسرائيلي ومؤسساته، وأدى إلى أن تتوغل العسكرة في هذا المجتمع وتتحكم في جميع تفاصيله تقريبا، وهو ما توافق مع أساسيات المشروع الصهيوني الذي خطط لخلق مجتمع عسكري أو ما يعرف بمجتمع الثكنة، أي المجتمع المعبأ بشكل كامل في خدمة المعركة ضد العرب. في الجامعات مثلا تخصص السلطات الإسرائيلية منحا كبيرة جدا للطلاب المجندين في الجيش الإسرائيلي، أو منح لطلاب الماجستير المنخرطين في صفوف ضباط الجيش، أو حتى عبر استقطاب الطلاب المتميزين إلى شركات تصنيع السلاح. لا تقتصر العسكرة على الجامعات، بل تمتد إلى الجهاز التعليمي الإلزامي الذي لا يترك خطابا عنصريا إلا واستجاب له صورة ونصا. في المقابل فإن السؤال المغيب والذي يفرض نفسه بقوة هو عن تأثير كل هذه العسكرة على المجتمع الإسرائيلي نفسه، خصوصا في ظل محاولات فرض انضباط شبه عسكري في كافة مناحي الحياة. أهلا بكما مجددا دكتور جوني. دعنا نبدأ بالتعريف، ماذا نعني عندما نقول عسكرة الأكاديمية الإسرائيلية؟ يعني نقصد بمجمل برنامج أو منهج تعليمي شامل لكل المراحل التعليمية، وليست فقط يعني محصورة بالمرحلة الأكاديمية، إنما تبدأ من المراحل في الطفولة المبكرة وصولا إلى المراحل التعليم الإلزامي كالابتدائية والإعدادية والثانوية، ثم إلى الكليات والجامعات وفق برنامج موضوع مسبقا، وليست مسألة يعني عفوية أو عشوائية. هناك برنامج موضوع من قبل هيئتين مركزيتين، أولا هناك جهاز تربية وتعليم هو وزارة التربية والتعليم في إسرائيل، ولها وزير مكلف بها بإدارتها، وهناك جهاز تربية وتعليم في الجيش الإسرائيلي أيضا يقوم بوضع مناهج وطرق تعليم وأساليب ووسائل إيضاح وإلى آخره، ولكن يوجد هناك تنسيق واضح بين طرفي هذه المعادلة، يعني الجهاز المدني والجهاز العسكري. نتحدث عن جهاز تربية وتعليم مدني لكن هو أيضا معسكر، وجهاز تربية وتعليم عسكري هو معسكر. هناك لقاء بينهما لأنه في هناك مشاركة من قبل قيادات عسكرية سواء كان على مستوى جنرالات أو حتى على مستوى أنفار من الجيش بالدخول إلى المؤسسات التعليمية كالمدارس والمعاهد العليا لتقديم برامج مختلفة تجعل من الطالب جزءا لا يتجزأ من منظومة الجيش الإسرائيلي. نعم سيد شرف، كيف تساهم يعني الجامعات وجهاز التعليم ككل
كما قال دكتور جوني في بلورة أو في تطوير المشروع الصهيوني الاستيطاني. موضوع العسكرة وموضوع الحلم الصهيوني في البلاد متجذر في كل نواحي وجوانب العملية التربوية. مناهج التعليم كلها على سبيل المثال تغذي بشكل كبير هذا الموضوع، هذه القيم، بتجاهلها أولا لنا كعرب فلسطينيين في هذه البلاد ولعلاقتنا في أرضنا، ولإبراز الجوانب المتعلقة بالتاريخ اليهودي، بالهوية اليهودية وبعلاقة اليهود في هذه البلاد. يعني عمليا الطالب يتعلم تاريخ بالأساس التركيز على الحقب التاريخية اللي كان فيها يهودون، كأنه ما كانش ما قبل وما بعد، وتركيز على المشروع الصهيوني اليوم. فلذلك منهج التعليم هي تغذي هذا الموضوع من كل النواحي، بالتاريخ، في اللغة، بالجغرافيا العبرية التي مبنية مؤسسة على الرواية الصهيونية. إضافة إلى ذلك فإن أحد أهداف التعليم اليوم في إسرائيل، وهذا التعديل جرى مؤخرا لأهداف التعليم الرسمي والبند 13 عمليا، الذي يقول بشكل واضح أنه هدف التربية والتعليم التشجيع التجنب للجيش أو الخدمة الوطنية عمليا. هذا لم يكن في السابق، لأنه كان محاولة لأن تكون نوعا ما إجماع على أهداف التعليم الرسمي. يعني تغيير في السياسة الإسرائيلية انعكس أيضا على أجهزة التعليم. مع سيطرة اليمين العرقي المتطرف في إسرائيل، هذا الأمر ينعكس أيضا على أهداف التعليم الرسمي المشتركة لجميع فئات السكان بما في ذلك العرب. إضافة إلى ذلك تقاس نجاح العملية التربوية حسب أيضا نسبة التجند لكل مدرسة في الجيش. يعني لما بحطوا هل هذه المدرسة ناجحة أو غير ناجحة إلى جانب العلامات، بيفحصوا بيعرضون نسب التجند للوحدات القتالية والوحدات الهامة في الجيش. دكتور جوني، هل هذه أبرز وجوه ربما العلاقة بين الجهاز الأمني العسكري في إسرائيل وجهاز التعليم؟ يعني هذه مسألة هي يعني تندرج ضمن إطار ما نسميه التسويق. يعني حالة التجند هي حالة أيضا تسويقية. يعني المدارس التي نسميها المدارس النخب في إسرائيل، سواء كان في حيفا ولا تل أبيب أو القدس وغيرها، تفتخر وتعتز بخريجيها الذين ينضوون تحت ألوية الفرق والكتائب العسكرية الممتازة أو المتفوقة. لكن من جهة أخرى هناك أيضا، نزلنا إلى الشرائح الأولى، هناك تدخل كبير جدا من الجيش ضمن إطار العملية التعليمية. أنا أقول عنها ليست فقط عملية تعليمية، عملية تنشئة. يعني على سبيل المثال في كل مرحلة من المراحل التعليمية هناك برنامج كيف يمكن للجيش أن يعني يؤثر على الشرائح المختلفة. على سبيل المثال في المرحلة الإعدادية، وهي مرحلة دعني نقول بناء الهوية الشخصية الذاتية للطالب، يعني يخصصون أسبوعا كاملا في كل صف من الصفوف للتجند والخروج إلى الميدان، وهذا يسمى باللغة العبرية الجدناع، يعني الفرق الشبيبة، ويتدربون حتى بينهم يتدربون على القتال الوهمي، ولكن في مرحلة الثانوية يتدربون على القتال الحقيقي. من جهة أخرى يدخل الجنرالات، هذه مسألة يجب أن نلتفت إليها. جنرالات يتم استدعائهم إلى المدرسة ويقدمون المحاضرات، وعلى فكرة يدخل الجنرال مسلحا ولا يدخل بدون سلاح، والمشهد طبيعي. هذا مشهد جدا طبيعي. أضيف إلى ذلك أنه مجندات في وحدات التربية والتعليم في الجيش يدخلن إلى المدرسة ويساعدن المعلمات، خاصة المعلمات في المرحلة الابتدائية، على تمرير الدرس. ونحن واضح أنه لما الطالب يرى هذا المجند أو المجندة بالزي العسكري، تبدأ الأمور رويدا رويدا تدخل وتتعمق في داخله، لدرجة أننا نستطيع أن نسمي كل هذا المجتمع الإسرائيلي أنه مجتمع إسبارتي، بمعنى أنه مجتمع ثكنة عسكرية كاملة مكملة، يتم ترجيح العسكرة على أي موضوع آخر. يعني بمعنى آخر أنه المواضيع التعليمية تخدم الهدف الأسمى، وهو الوصول إلى الجيش الأفضل الأقوى الأحسن المتميز بانتمائه العرقي، ليس فقط انتمائه الوطني أو القومي، إنما انتمائه العرقي المدموج بالأسطرة التوراتية. نعم، هذه نقطة في غاية الأهمية، لأن الأساطير التوراتية تدخل أيضا في عملية إقناع الطالب اليهودي في إسرائيل بأنه ليس فقط هو مبني على قاعدة فهم الجيش من عام 48 حتى اليوم، إنما له جذور
تاريخية ودينية. طب يعني من خلال هذه الممارسات وهذه المضامين، أي نوع طالب ترغب إسرائيل في أن تنشئ؟ أو أي نوع مواطن؟ تنشئ جهاز تربوي وتنمية، يريد أن ينشئ أيضا جندي جيد. مثلا جندي جيد يعني مع دافعية عليا للخدمة العسكرية وعن قناعة تامة ومستعد للتضحية من أجل الدولة. وهنا يعني تدخل القيم لا تتماشى إطلاقا مع أي قيم ديمقراطية، قيم ديكتاتورية، الطاعة، التضحية، تقديس الدولة كدولة، دولة كهدف. الدولة كهدف يعني هنا يؤسس لها من خلال جهاز التربية والتعليم. عمليا التربية والتعليم كما قال الدكتور جوني هي مسخرة كليا من أجل الإقناع، من أجل أن تؤسس أيديولوجيا عند كل طالب حول ضرورة الخدمة العسكرية، ومن أجل أن يقتنع الطالب يجب أن أيضا أن يلغي الآخر، يجب أن يقتنع كليا بأنه على حق، يجب أن يقلل من طرح الآخر في هذه الآخر الآخر هو الفلسطيني عمليا. واضح يجب أن يقلل من طرح الأسئلة، يعني يجب أن يتقبل كل الرواية كما هي بدون طرح أسئلة، ولذلك لا يتعرف، لا ينكشف على الرواية وعلى الشعب الفلسطيني إطلاقا وعلى روايته التاريخية، لأنه إذا انكشف إلى هذه الرواية العملية يمكن أن يخلق عنده بعض الأسئلة. نعم. طيب وفي هذا السياق دعونا نشاهد هذا التقرير الذي يورد نتائج استطلاع للرأي في المدارس اليهودية. دكتور جوني، ما رأيك في نتائج هذا الاستطلاع؟ يعني هذا الاستطلاع يؤكد مرة أخرى أن حالة التطرف والتزمت والتشدد آخذة بالانتشار أكثر مما كانت عليه في الماضي. هي نفس الأسئلة التي سئلت في استطلاعات رأي سابقة منذ حتى عشرات السنين، لأنه الإجابات تؤكد يعني الصورة النمطية السائدة في المجتمع الإسرائيلي عن الآخر، بمعنى الآخر هو الإنسان العربي الفلسطيني. من جهة أخرى هي يعني الاستطلاع يعني يعود بالنتائج إلى الشرائح الصغيرة، يعني نحن نتحدث عن شرائح من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الإعدادية. هذا ما يؤكد عملية الشيطنة التي آخذة بالانتشار في داخل المجتمع الإسرائيلي، وتصوير الفلسطيني بأنه مجرم، عندما يتحدث عن ندبة في وجهه علامة للإجرام. من جهة أخرى يتحدث عن التخلف أنه ابن صحراء، وهذا يعكس صورة ذاتية للطالب اليهودي أو الطفل اليهودي بأنه هو المتفوق وأنه هو الأفضل وأنه هو الشعب المختار. يعني صورة نمطية استشراقية. تماما، هي صورة نمطية تشيطن الآخر، وبالتالي تجعل من اليهودي صاحب حق بالرغم من أنه يصور نفسه ضحية أمام هذا الآخر. طب سيد شرف، كيف تؤثر هذه الصورة على الطالب الفلسطيني وعلى المجتمع الفلسطيني؟ نحن نتحدث عن مناهج تعليمية كبيرة. للأسف في المناهج التعليم المتبعة في المدارس العربية أيضا تضعها وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، لذلك هي أيضا مناهج سيئة، بمعنى أنها تتجاهل احتياجاتنا، تتجاهل هويتنا، تريد إقناعنا، تريد إقناعنا بشتى بالقوة، حتى بقوة الدولة، بمصداقية الرواية الصهيونية. وعمليا لا يوجد أي ذكر لنا، يعني عمليا إحنا متعلمش أي شيء عن نفسنا كفلسطينيين، عن هويتنا، عن أرضنا. يريدون أن نتعلم كما هم يريدوننا. يعني أصلا تقسيمة جهاز التربية والتعليم كما يقسمون العرب حسب طوائف دينية من أجل تأسيس أو تعميق فرق تصد. ماذا عن اللغة العربية أيضا؟
كذلك اللغة العربية، اللغة العربية في المدارس العربية تدرس كلغة مثل الإنجليزي، كلغة يعني بدون البعد المرتبط في الهوية. في الهوية، البعد المرتبط في الهوية الفلسطينية، يعني مثلا غياب واضح للرموز الثقافة والأدب الفلسطيني من مناهج التعليم. يعني هناك في المراحل الثانوية هناك بعض التغيير، ولكن ما زلنا بعيدين كليا عن التعامل مع اللغة العربية كلغة هوية. أيضا يعني بسبب المحفزات المختلفة في نظام التوجيه في إسرائيل، يعني هناك مايل في الفترة الأخيرة أن الطالب العربي لا يتعلم اللغة العربية بتوسع، لذلك يفضلون العلوم، يفضلون العبرية، الإنجليزية. يعني لا يعني يمكن، صار عندنا خوف حتى من العربية. واضح يعني، هناك بعد محاولة للقضاء على الهوية أيضا من خلال التعامل اللغة. اللغة هي مركب أساسي في الهوية العربية، في الهوية الثقافية، في الهوية الانتماء. ومن خلال التعامل مع اللغة العربية كلغة، يعني لغة يعني وظيفية للاتصال فقط وليس من أجل تعميق الهوية والانتماء، هناك هذا يضعف مكانة اللغة العربية. لذلك يعني نحن بصدد نحتاج طبعا ونطالب بتغيير هذه المناهج كلها في جهاز تربية التعليم العربي، نطالب باستقلالية في جهاز تربية التعليم العربي، ولكن توجهنا الأساسي اليوم هو للمعلمين العرب. سنعود إلى هذه النقطة، ولكن دعني أناقش معك موضوع التخنيون أو معهد العلوم التطبيقية الموجود في مدينة حيفا، يوجد علاقات تجارية واضحة وصريحة مع شركات أسلحة. كيف ترى هذه العلاقة؟ وهل هي مكشوفة أمام العالم أم هي مغلفة يعني بأطر أخرى ربما التعليمية؟ يعني معهد التخنيون هو بالأساس معهد للعلوم التطبيقية والهندسية، هذا بصريح العبارة بمعنى المعلن، ولكن أيضا هناك معلن، ولكن معلن بطريقة دعيني أقول ناعمة نوعا ما من بالمفاهيم الاقتصادية والتجارية، لأنه معهد التخنيون هو أيضا معهد الذي يعني ينتج ثقافة ومعرفة أمنية تخدم الجهاز العسكري الإسرائيلي، وبالتالي أيضا تخدم الصناعات العسكرية الإسرائيلية، ليس فقط لتزويد الجيش الإسرائيلي محليا، وإنما أيضا للخروج خارج حدود إسرائيل وتسويق البضائع والمنتجات العسكرية الإسرائيلية. أضف إلى ذلك أنه في هناك يعني عمليات، وهذا ليس سرا، أنه في هناك نوع من اتفاقيات وعقود للبحث العلمي المشترك لتطوير قدرات وأجهزة عسكرية مختلفة، سواء كان بين إسرائيل وبين الهند من خلال صناعات عسكرية. الآن الصناعات العسكرية في إسرائيل فيها عدد كبير جدا من المهندسين الذين هم تخرجوا في التخنيون ونالوا الشهادات العليا، أو أنهم يعملون في التخنيون ضمن إطار المنظومة التي تخدم هذه الصناعات. لذلك المعهد هو معهد دعيني أقول مدني، ولكن في داخله في هناك يعني جزء كبير من الأسلحة الإسرائيلية وأسلحة الجيش الإسرائيلي هي تصنع في التخنيون. لا، هي لا تصنع في التخنيون، التخنيون ليس مصنعا، هو مصنع للعقول للمعرفة، ولكن هذه المعرفة يتم تجنيدها واستخدامها لتطوير القدرات والطاقات والمعرفة العسكرية من خلال الصناعات العسكرية، وفي مقدمتها بل على رأسها صناعات رافائيل للأسلحة المتطورة والمتقدمة، البيت والسنت وإلى آخره من الشركات، وهي معروفة عالميا، يعني الأمر ليس يعني بخفي، لكن المسألة هي الانتشار العالمي من ناحية استخدام هذه المعرفة لتطوير القدرات العسكرية. طب دور الجامعات، يعني هذا دور التخنيون أو معهد العلوم التطبيقية، دور الجامعات خاصة فيما يسمى بدورات الهزبرة في تبييض صورة إسرائيل في العالم، ما هو الدور الفعلي لها؟ الجامعات، يوجد في الجامعات عدة برامج في نهاية الأمر التي هدفها تبييض وجه إسرائيل في العالم. على سبيل المثال، الجامعات الإسرائيلية تستقطب سنويا مئات وربما أكثر من الشباب اليهود في دورات خاصة اللي هدفها الاطلاع على الوضع في إسرائيل من خلال كما يعرض في الجامعات، وأيضا المبادرة، تشجيعنا على المبادرة لحملات لتبييض وجه إسرائيل من خلال شبكات التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك. يعني هذا الأمر الآن يصنع وينظم بشكل مهني وبشكل سنوي، وبرأيي من ناحية موارد يوجد موارد هائلة تستثمر في برامج من هذا النوع. فأعتقد أن الأكاديمية الإسرائيلية من خلال برامج من هذا النوع، هذا مثال مثلا أحد البرامج، ولكن أيضا من خلال تشجيع البحث العلمي الذي يدعم الرواية الصهيونية، الذي يدعم الرواية الصهيونية إن كان في التاريخ وإن كان في الآثار، علم الآثار، وإن كان في أمور أخرى التي تركز. هل توجد أمثلة التي ممكن استعراضها؟
الأمثلة هي كثيرة، يعني بطبيعة الحال مناهج التعليم للمؤسسات الأكاديمية هي ليست مؤسسات نقية، لذلك الرواية المهيمنة هي الرواية الصهيونية، والتيارات النقدية في الأكاديمية الإسرائيلية تقمع، فبالتالي محاضرين مع رؤية تقدمية مع رؤية نقدية يجدون أنفسهم خارج الأكاديمية الإسرائيلية، لأن إمكانيات التقدم تبعتهم قليلة جدا، والبحث العلمي أو التيارات المسيطرة المهيمنة على الأكاديمية تحاول دعم ما يدفع بالرؤية المسيطرة في إسرائيل، وهذه الرؤية عمليا هي الرؤية الرسمية السلطوية السلطوية التي الصهيونية. تريدها الدولة، والتي تخدم بنهاية الأمر المصلحة العليا ولا تخدم إمكانيات التغيير الاجتماعي. طب دكتور جوني، ربما يمكن إدراج هذا ضمن العلاقة غير المباشرة مع يعني علاقة الأكاديمية الإسرائيلية مع الأجهزة الأمنية بطريقة غير مباشرة، ولكن يوجد أيضا علاقة مباشرة، يعني يوجد جامعات وأكاديميات إسرائيلية داخل مستوطنات على سبيل المثال أرئيل. كيف ترى هذه العلاقة؟ نحن ننظر إلى هذه الجامعة التي أسست في مستعمرة أو مستوطنة أرائيل على أنها على أرض محتلة، في حين أن الإسرائيلي، دعيني أقول الإسرائيلي، يعني دعيني أقول المتوسط، لا أريد أن أقول لا اليميني ولا اليساري، المتوسط ينظر إلى هذه المنطقة يعني بأنها منطقة جزء لا يتجزأ من إسرائيل، وأن من حق إسرائيل أن تقدم الخدمات الجامعية حتى في هذه المناطق. ونحن نعلم الصراع الكبير الذي دار في العالم، يعني في سواء كان من شبكة المقاطعة أو دعنا نقول من مؤسسات أخرى، لكن بدون أدنى شك هذا جزء لا يتجزأ من عملية السيطرة على الأرض، ودعيني أقول ليس فقط من الناحية العسكرية، وإنما أيضا من ناحية الانتشار المدني. نحن نعلم أن الجامعات هي جزء من المجتمع المدني، ولذلك تأسيس الجامعة في هذه المنطقة، من يقول لك يعني بعد يعني سنوات يمكن أن تقام هناك جامعة في مديعين، في مستعمرة مديعين أو في مستعمرة معلي أدومي، بمعنى أنه هم يعتبرون هذه الأرض جزءا لا يتجزأ من إسرائيل الكبرى، وهذا أيضا ورد في قانون القومية الذي ينظر إلى هذه البلاد بأنها أرض إسرائيل، ولا ينظر إليها إلى إسرائيل أو أنها جزء فلسطيني. لذلك الفكرة هي ليست فكرة عسكرية، هي فكرة مدنية، ولكن تحت الغطاء الاحتلال، والاحتلال هو قوة الجيش التي سيطرت على أرض الشعب الفلسطيني وفرضت على الشعب الفلسطيني هذا الاحتلال. طب دكتور شرف، يعني سيد شرف عفوا، كيف يمكن يعني مناهضة هذه الممارسات والتصدي لهذه الرواية الإسرائيلية، يعني وإبراز الرواية أو الحقيقة الفلسطينية؟ بطبيعة الحال هناك عدة إمكانيات للعمل أيضا في المجتمع الإسرائيلي وفي المجتمع العربي، خصوصا هنا في الداخل، يعني مثلا عملنا مع المعلمين العرب من أجل التوعية، تحرير وعي المعلم أولا، برأيي هو مقدمة للتعامل بشكل ناقد مع مناهج التعليم المفروضة من هذا النوع، يعني كسر حاجز الخوف لدى المعلمين العرب، ونحن بصدد تأطيرهم في منتديات حسب مواضيع، هو بالضبط هدفه توعية لما يوجد في مناهج التعليم المختلفة، وأيضا إعطاء أدوات نقدية كيف يمكن التعامل مع مثل هذا الواقع، يعني معلم جيد مسيس بالمعنى الوعي السياسي ومثقف يستطيع أن يجعل من مادة سيئة فرصة للتربية النقدية، للتربية التي تطلع وتكشف الطالب لأمور إضافية لأمور أخرى. هل يمكن أن وبالتالي نصل إلى حكم ذاتي ثقافي ربما؟ أعتقد أنه من ناحية سياسية هناك معارضة كبيرة، ولكن بإمكاننا أن نبني أنفسنا من القاعدة بعملنا مع المعلمين، بعملنا مع لجان أولياء أمور الطلاب، بعملنا مع المجتمع المدني الفلسطيني، بعملنا مع السلطات المحلية العربية، يعني شعار الحكم أو الاستقلالية في جهاز التربية والتعليم، الاستقلالية أن يعطونا على الأقل المكان الممنوحة للمتدينين اليهود من ناحية استقلال، على الأقل هي لا يمكن الوصول إليها اليوم، ولكن إذا بنينا أنفسنا من القاعدة ونعتمد على أنفسنا وأن نؤمن بأنفسنا، برأيي نستطيع أن نخطو خطوات كبيرة إلى الأمام وأن نفرض ما نريد، وهذا هو المشروع الأساسي الذي نطرحه اليوم في لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، ولكن في المقابل علينا أن نواصل العمل مع المجتمع اليهودي، مع المعلمين المتقدمين، هناك بعض المعلمين المتقدمين، هناك بعض الحركات يجب تقويتها تدعيمها، في نهاية الأمر التحدي يجب أن ندعمها من أجل أن تقوم بتحدي الرواية الصهيونية أيضا في داخل المجتمع اليهود. السيد شرف حسان، رئيس لجنة متابعة التعليم العربي، ودكتور جوني منصور، المؤرخ والباحث، شكرا لكما.
إلى هنا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، إلى اللقاء في حلقة أخرى وزاوية أخرى من الخط الأخضر.